أصدر الأزهر الشريف في مصر فتوى تحرم الإساءة للمتوفين بسبب فيروس كورونا ووصفتهم حتى بالشهداء. وقال المركز الإلكتروني للفتوى إن الإصابة بالفيروس ليست بذنب أو خطيئة، وتأتي هذه الفتوى بالتزامن مع محاولة أهالي في قرية منع دفن متوفية بالفيروس اعتقادا منهم أنها قد تنقل العدوى. مشهد تكرر في دول أخرى أيضا. إن التجمهر في وجه جنازة الميت ورفض دفنه في مقبرة بلده ومسقط رأسه هو انتهاك صريح وغير آدمي لحرمات الموتى. شيخ الأزهر أحمد الطيب أعرب عن رفضه في كلمة متلفزة لواقعة محاولة مجموعة من أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية منع دفن طبيبة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا خوفا من انتشار عدوى الفيروس. الحادثة أثارت زوبعة من ردود الفعل وصولا إلى النائب العام المصري الذي أمر بحبس 23 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجها لهم تهم التجمهر واستخدام القوة والإخلال بالسلم الاجتماعي وعرقلة عمل السلطات العامة. المتهمون ارتكبوا هذا الفعل تحت تأثير ما وصفه متخصصون بالهلع من الإصابة بالفيروس، ما سهل التأثير عليهم بدعاوى تحريضية. انت بتكلمي في روح، في مود، في مرض ممكن يجي يقضى على قرية أو على مدينة أو على دولة، فبالتالي بيزيد عند النور أدنال يبقى فيه تسرع في اتخاذ القرار، فبالتالي أنا مستني حد ياخد القرار. لما يجي حد يقول لا دي هيحصل منها كذا ويحصل منها كذا ويعزلونا ولا المرض هينتشر في المدينة، كلنا هنصدقه. حادث مماثل وقع الشهر الماضي بإحدى قرى محافظة البحيرة حين حاولت مجموعة من الأهالي منع دفن والد طبيب توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدخل قوة الأمن لتمكين أسرة المتوفي من دفنه. واستنكر الشارع المصري مثل هذه الوقائع التي وصفها الكثير بغير الإنسانية. الميت يعني ليه حرمة، وده تصرف غير إنساني، تصرف خاطئ. ليه بقى؟ لأن إكرام الميت دفن. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أشارت إلى ضرورة استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها المطبقة على المصاب بفيروس كورونا أثناء التعامل مع جثمان المتوفي، وذلك بتجنب التعرض إلى الرذاذ أو التلامس. بعد تكرار مشاهد محاولات منع دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا، جاءت كلمة شيخ الأزهر ضمن سلسلة إجراءات وردود فعل ترمي إلى وضع نهاية لهذه المشاهد. دميانة سعد، الحرة، القاهرة. وبهذا الصدد نشرت منظمة الصحة العالمية إرشادات للتعامل مع جثث ضحايا الفيروس بعد تقارير في دول كمصر عن رفض الأهالي لدفن الجثث خوفا من انتشار المرض. أكدت المنظمة أن كوفيد-19 يؤثر بصورة رئيسية على الرئتين وينتقل عن طريق القطيرات والمخالطة، ولكنه لا ينتقل من الجثة عبر الهواء. وشددت المنظمة على أنه لا ينبغي التسرع من الجثة المصابة بالفيروس لأنها ليست معدية باستثناء الرئتين، داعية إلى التعامل بحذر مع هذا العضو أثناء عمليات التشريح، طبعا نقصد الرئتين. اعتبرت المنظمة حرق الجثث من المفاهيم المغلوطة الشائعة، مؤكدا أن الإحراق هو خيار قد يتعلق بالعادات أو المعتقدات الدينية والموارد المتاحة أيضا. دعت المنظمة القائمين على تجهيز الجثث إلى النظافة في اليدين، توفير المعدات اللازمة للحماية الشخصية الضرورية. أكدت أيضا انتفاء الحاجة إلى تعقيم الجثث، مضيفة أنه، هذه النقطة المهمة، من حق أهل الميت أن يروا الجثة دون لمسها أو تقبيلها. الآن إلى القاهرة الدكتور عزة هيكل، مديرة التفتيش الفني في مصلحة الطب الشرعي سابقا. سينضم إلي لاحقا الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر. أبدأ معك دكتورة، أهلا بك معنا، شكرا على قبول الدعوة في حرة الليلة. أهلا بك. تصحيح لهذه المفاهيم، لأنه قد يكون دكتور عزة الخوف مبرر، هذا الفيروس فيروس قاتل ينتشر بسرعة، العدوى به شبه مؤكدة إذا ما خالط الإنسان شخص مصاب به، فقد يكون خوف هذه الأهالي أو هؤلاء الأهالي مبرر، ولكن التوعية من أشخاص علماء كحضرتك قد تكون مهمة. تفضلي. نعم،
هو الفيروس بيبقى فعلا مستقر في الجهاز التنفسي في الرئة بشكل أساسي، بينتقل عن طريق العطس أو السعال، وهي يعني حاجة ما تقدرش تقوم بها الجثة. ومع ذلك الجثث في مصر بتغسل وتكفن بواسطة المستشفى نفسها اللي بيموت فيها المريض الكورونا، ومش بس بتكفن، هي بتبقى مغلفة في كيس بلاستيك، بحيث ان حتى لو تسربت سوائل من الجسم لسطح الجثة مش هتوصل للأرض اللي مدفونة فيها اصلا. وبالتالي يعني وجود احتمالية العدوى منها مستحيل، مفيش اي داعي للخوف يعني. ولكن في 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 الأذهان فيروس إيبولا، وإنه الجثث هي ناقل شديد السرعة للفيروس. هو يعني الإيبولا والكوليرا بس اللي تنتقل منهم العدوى من المتوفي للحي، لكن فيروس تنفسي لازم يكون فيه يعني طريقة يخرج بيها من الرئتين للهواء تاني، ودي حاجة مستحيلة بالنسبة للجثة، عشان تخرج لازم يا إما يعطس يا إما يسعل. ومع ذلك علشان يعني يبقى الكل إن محدش بيحضر الغسل من خارج المستشفى، وبتبقى الجثة ملفوفة في كيس بلاستيك، فخلاص مفيش داعي للخوف. طيب يعني من اين اتت هذه الفكره المغلوطه؟ لانه ايضا بالعوده الى منظمه الصحه العالميه، كانت في البدايه تتحدث عن احراق جثث المصابين بفيروس كورونا، ثم عادت مره اخرى وصححت وقالت انه بالامكان دفنهم، يعني كانه في تضارب في المعلومه. فيروس كورونا اساسا فيروس موجود في الدنيا حديث، وهي دي مشكلته، وعشان كده ما حدش عنده منه أي نوع من أنواع المناعة، وده بيخلى المعلومات عنه في الأول قليلة. فكانت الإجراءات المبالغ فيها دي احترازية، علشان ما حدش عارف هو إيه يعني ما حدش عارف معلومات كافية عنه. لما عرفت المعلومة بقى اللي بيحصل دلوقتي، علشان تدفن بعد تغسلها وتكفنها ولفها في البلاستيك كافي جداً. طيب ما تقولي الآن كلام مهم، يعني إنه الإجراءات التي كانت تتخذ في البداية بإحراق جثث المتوفين مصابين بفيروس كورونا هي كانت احترازية، الآن نعرف إنه هذا الفيروس لا ينتقل من المتوفى إلى الشخص المصاب إن لم يكن هنالك تنفس أو احتكاك ربما أكثر من اللازم، صحيح؟ أيوه، إلا لو شرحه بقى وفتح الرئة، يبقى هو اللي دخل مسك الرئة بتاعته، ودي حالة خاصة جدا. وهل تحدث هذه العمليات أيضا؟ لأنه حتى بالنسبة لكم أنتم في القطاع الصحي معرضون للتعامل مع هذه المخاطر. هنا في مصر ما حدش بيشرح المتوفي بسبب الكورونا. الطب الشرعي في مصر تابع لوزارة العدل، وهدفه أساسا يعني تشريح الوفيات في الحالات الجنائية أو المشتبهة جنائيا. المتوفي بسبب كورونا ما بيتمش تشريحه. حتى للأغراض العلاجية أو الطبية؟ الأغراض الطبية بيتاخد العينات من العايش، بعد ما بيموت بيتغسل ويتكفن ويتدفن على طول، ما حدش بيشرح. طيب دعيني أعود مرة أخرى إلى مسألة التوعية، يعني ما هو المطلوب للتوعية أكثر؟ أعتقد أنه الآن الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انضم إلي. شيخ مظهر أهلا بك، إذا كنت تستمع إلي، فتوى من الأزهر تصف الذين توفوا بفيروس كورونا بأنهم شهداء، وتقول أيضا أنه ليس من الجائز أن يتنمر عليهم أو يمنع دفنهم. تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الأزهر الشريف كان له موقف حاسم، ودار الإفتاء المصرية وأيضا وزارة الأوقاف المصرية كان له موقف، لهم جميعا موقف حاسم جدا تجاه ما صدر من بعض الشباب اللي تجمهروا في قرية من قرى محافظة الدقهلية. والحقيقة هي يعني لا تمثل ظاهرة في مصر بقدر ما تمثل موقف فردي، لأنه عدد المتوفين من كورونا ليست المرة الأولى شيخ مظهر في مصر، ليست المرة الأولى، ربما هذه هي الأكبر لأنه ظهرت في وسائل الإعلام.
لكن احنا لو حسبنا 130 حالة وفاة، إذا كان في حالة أو اثنين أو ثلاثة حصل نفس الموقف ده، فبتبقى بنسبة 3% أو 2%، وهي لا تمثل ظاهرة يعني. إنما غالبية الشعب المصري بيستقبل مثل هذه الحالات بما يجب أن يستقبل به، احتراما للميت وتقديرا للدور اللي قام به إذا كان طبيب أو طبيبة. وأيضا يعني إحنا شعب متدين بالفطرة، ونقدر الإنسانية ونقدر قيمة الإنسان حيا وميتا. والتنمر في حد ذاته، سواء تنمر من شخص حي أو من شخص ميت، هو سلوك مرفوض، الإسلام يرفضه جملة وتفصيلا. يعني وكلنا موقف، والأزهر كان له طيب موقف. ما هي علاقة الأزهر بهذا الأمر؟ يعني واعذرني على السؤال شيخ مظهر، فقط لنعرف يعني ما هي علاقة الأزهر بأمر كهذا؟ ما هي علاقة إيه؟ أنا ما سمعت السؤال أساساً. ما هي علاقة الأزهر؟ يعني مسألة فيروس كورونا هي مسألة صحية بحتة، مسألة علمية، ما علاقة الأزهر؟ المسألة حين تدخل في جانب أخلاقي لا يمثل الخلق القويم الذي يعني يتمسك به الإسلام أو يصدره الإسلام للناس، هنا يتدخل الأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الرسمية في مصر ليقول أن ما حدث لا يتوافق مع حرمة الميت باعتباره له قداسة في الإسلام، لأن الميت عند المسلمين وعند غير المسلمين له قداسة يجب أن يحترم ويجب. والرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى وصاياه أمر بالإسراع بدفن الموتى وعدم تأجيل دفن الموتى، وبالتالي هذا التنمر الذي ينتج عنه تأخير في الدفن يعتبر خروج عن القيم الإسلامية والقيم الإنسانية. وهنا الأزهر كمؤسسة وجب عليها أن تبين الحكم في مثل هذه الأمور، لا من باب التدخل وإنما من باب تبيين مثل هذه الأمور وحكم الإسلام فيها باعتبارها إثم وباعتباره حرام أيضا. يعني ومن أين أتت هذه أيضا أن يوصف الذين توفوا بفيروس كورونا على أنهم شهداء؟ من المعلوم في الإسلام أن مريض البطن الذي يموت جراء مرض في بطنه، والذي يموت محروقا، والذي يموت وقد وقع عليه أو هدم عليه منزل، والذي يموت أيضا غريق في البحر أو في النهر، كل هذه أصناف للشهداء، لكن نسميهم شهداء الدنيا وهناك شهيد الآخرة، لكنهم في النهاية شهداء. حتى الذي يموت وهو يسعى على أهل بيته أو يسعى على لقمة عيشه كما يقال يعتبر شهيدا. وهذا وصف عام ليس من أجل إعطاء المتوفين بفيروس كورونا قدسية أو أصالة؟ لا، وصف عام. كل من يموت جراء مرض في بطنه يسمى في الإسلام شهيدا، وأيضا من يموت غريقا أو من يموت طيب محروقا يسمى شهيدا. سأعود إليك شيخ مظهر، ولكن دعني أقف مع دكتور عزة في كلمة أخيرة أو كلمتين قبل أن ينضم إلينا شيخ مظهر. كنا نتكلم عن التوعية ثم التوعية ثم التوعية، لأنه يعني هذه الطبيبة التي توفيت، والد الطبيبة أو والد الطبيب الذي توفي، يعني هؤلاء بشكل أو بآخر كانوا يعملون، كانوا يقاتلون لإنقاذ حياة مصابين بفيروس كورونا. ما الذي نحتاجه أكثر في مسألة التوعية؟ نشر المعلومة أن الجثة نفسها لا تمثل خطر، وأن هي يعني متحافظ عليها بطريقة آمنة جدا، وأنه مش ما فيش، هم غير معرضين للخطر من الجثة. هم أوت أساسا اللي خطر عليهم التجمع والتجمهر اللي عملوه. هذا أخطر من الجثة عليهم كان. طبعا، لأنه ممكن يكون أي حد تعرض لفيروس كورونا ولسه في مرحلة الحضانة اللي هي الفترة اللي ما بيبانش عليه أي أعراض وينقله. أي واحد موجود في التجمهر ده في فترة الحضانة وما بيبان عليه أعراض ممكن ينقله للبلد كلها، والجثة مش ممكن. طيب، هل لديك فكرة، في كلمة أخيرة دكتورة، هل لديك فكرة عن عدد الوفيات في مصر حتى الآن، عن عدد الإصابات؟ عدد الإصابات عدى 2000 حالة من البداية، من أول إصابة يعني التوتال. أنا ما أعرفش عدد الإصابات كام النهاردة، ويعني أنا لا أعمل في وزارة الصحة، أنا أساسا كنت أعمل في وزارة العدل. طيب، أنا أعرف أن عدد الوفيات تقريبا كان 130 لحد امبارح. طيب، شكرا دكتورة. شيخ مظهر، في كلمة أخيرة أو كلمتين. يعني الآن هنا رمضان على الأبواب، الحج على الأبواب، يعني أنتم في الأزهر المؤسسة الدينية مرموقة،
هل ترون بالإضافة إلى هذه الفتوى بخصوص المتوفين هنالك حوجة بخصوص فيروس كورونا إلى فتاوى أخرى؟ إذا كنا يعني من الممكن أن نتكلم كلمة بمناسبة الحج والعمرة ومناسبة ملابسات أيضا كورونا وما نتج عنه من إجراءات في العالم كله، نقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن إنفاق أموال الحج والعمرة الآن على المحتاجين من المرضى سواء مرضى كورونا أو غير كورونا الآن ربما يكون أثوب عند الله عز وجل من الحج والعمرة، لأن حياة الإنسان، الأديان نزلت من أجل حياة الإنسان يعني والأنبياء أرسلوا من أجل قد يتم الإنسان. تأجيل الحج هذه السنة، هذا ركن من أركان الإسلام، هل الأزهر قد يذهب في هذا الاتجاه أيضا؟ دار الإفتاء المصرية أعتقد أن فضيلة المفتي تحدث عن العمرة باعتبارها سنة، لكن أنا أضيف أيضا أن الحج خصوصا لمن حج قبل ذلك يعني وخصوصا إذا لم يكن متيسرا هذا العام لأي شخص بأن يحج، أصبح التعاون على البر والتقوى وأصبح الحفاظ على حياة الإنسان ربما تكون درجة سامية ترتقي إلى درجة الحج وإلى درجة العمرة، لأن الإنسان هو كلمة أخيرة، رمضان الإفطار أو الصيام أيضا؟ أنا أعتقد أن الإفطار قد يكون مباحا لمن يخشى على نفسه الإصابة بكورونا أو كان صيامه ربما يعرضه إلى الإصابة بكورونا أو لمن هو أيضا مصاب بالفعل بكورونا يباح له أن يصوم وعليه أن يقضي في أيام أخر إن استطاع إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيلا الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دكتور عزة هيكل مديرة التفتيش الفني في مصلحة الطب الشرعي المصري سابقا، شكرا لكما.